بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، علم القرآن فكان خير معلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج محراب القرآن الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية. باسمكم أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الشيخ محمد النعمي والشيخ محمد معتوق والشيخ أنور بن عميرة. حياكم الله يا شباب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الحلقة سنبحث مبحثا جديدا من مباحث علم التجويد، ألا وهو حكم التعوذ والبسملة. المقصود بالتعوذ هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ وأتحصن وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. إذا أراد القارئ أن يقرأ شيئا من كتاب الله فلا بد له من البدء بالتعوذ، امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كانت تلاوته من بداية السورة أو من وسطها. وهذه الآية في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض أهل العلم يحمل الأمر هنا على الندب، فمن حمل هذا الأمر في هذه الآية على الندب فإن القارئ إذا ترك الاستعاذة وترك التعوذ في أول القراءة فإنه لا يأثم، وهذا هو رأي الجمهور وهو الأصح والعلم عند الله. وهناك بعض العلماء يجعلون الأمر هنا في هذه الآية محمول على الوجوب، وبالتالي من ترك التعوذ فإنه يأثم، وهذا رأي البعض. أما رأي الجمهور هو حمل هذا الأمر في هذه الآية على الندب. إذن إذا أراد القارئ أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى فلا بد له من التعوذ عند بداية قراءته، سواء بدأ من وسط السورة أو بدأ من أولها. يبقى التنبيه على مسألة الجهر بالاستعاذة أو الإسرار بالاستعاذة، يعني هل نجهر نقولها جهرا أو نقولها سرا؟ فهو نقل عن الإمام نافع رحمه الله أنه كان يسر التعوذ، ولهذا أشار الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته الشهيرة حرز الأماني ووجه التهاني، يقول: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. وإخفاؤه فصل، من أراد بالفاء؟ حمزة، والهمز أراد بها نافع. وإخفاؤه فصل، هنا أراد بها حمزة، لأنه روي عن حمزة رحمه الله أنه كان يسر الاستعاذة بخلف عنه، والإمام نافع رحمه الله روي عنه أنه كان يسر الاستعاذة. لكن الذي يعنينا أنه لا بد من التعوذ عند البدء بالقراءة. أما البسملة فلا بد منها في ابتداء أي سورة من سور القرآن، إلا سورة براءة، سورة التوبة وردت في كل المصاحف العثمانية من غير بسملة، وهكذا تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلت إلينا بالتواتر بلا بسملة. إذن حينما نبتدئ أي سورة من سور القرآن لابد من البسملة عدا سورة التوبة. أما إذا أراد القارئ
أن يقرأ من وسط سورة وليس من أولها فإنه مخير بين البسملة وعدمها، ولكن التعوذ لا بد منه. إذن الآن عندنا التعوذ لا بد منه في أول القراءة، سواء ابتدأنا القراءة من أول السورة أو من وسطها. البسملة لا بد منها حينما نبتدئ من أول السورة، إلا سورة براءة. التوبة هي براءة، تبدأ براءة من الله ورسوله، فالتوبة هي براءة ولها عدة أسماء، الكاشفة والفاضحة. أما إذا كان ابتدأنا من وسط السورة فإن القارئ مخير في أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي بها. يقول الإمام الشاطبي: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى سورة براءة. وفي الأجزاء خير من تلا، يعني حينما تبتدئ من وسط السورة فأنت مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها. لكن هناك ملحظ دقيق ينبغي أن ينبه عنه، أن بعض المواضع الأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها، التي تتعلق بالكفار والدعاء عليهم، أو فضح المنافقين، أو ذكر النار وأخبارها، أو ذكر الشيطان، مثل قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، أو قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وقد تتعين البسملة إن كانت الآية تبدأ بضمير يعود على الله تعالى، يعني إذا كان ابتدأنا من وسط سورة وكانت بداية الآية يعني فيها ضمير يتعلق بالله تعالى أو فيها اسم من أسماء الله عز وجل، فتتعين هنا البسملة. لأن مثلا لو قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، فهناك بشاعة. فالأولى هنا أن يبسمل، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة. لأنك لو لم تبسمل فقد يحصل لبس، يظن القارئ أن هذا الضمير يعود على آخر مذكور، وهذه قاعدة في اللغة العربية، الضمير يعود على آخر مذكور. يعني حينما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، يحصل لبس عند السامع، يظن أن هذا الضمير يعود على من؟ على الشيطان الرجيم، وهو الضمير يعود على الله تبارك وتعالى. نلخص: في التعوذ لا بد منه في ابتداء أي سورة من سور القرآن، سواء ابتدأنا من أول السورة أو من وسطها، امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة لا بد منها في ابتداء أي سورة من سور القرآن سوى سورة براءة، وإذا كان ابتدأنا من وسط السورة فإننا مخيرون بين الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها. هذا والله تعالى أجل وأعلم. الآن نتلو التلاوة المنهجية المخصصة لهذه الحلقة، أقرأ وتقرؤون خلفي كما هي العادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه
ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع جزاكم الله خيرا وبارك فيكم نستمع منك لهذا الوجه الشيخ أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. صدق الله العظيم. أحسن الله إليك شيخ أنور، شكرا لكم شباب على حضوركم، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن متابعتكم. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوا، فتزيد ورودا وتلاوا.